نيجي للتوب ديتيلز بتاعت البادي. في التوب ديتيلز بتاعت البادي مش عايز اخد فيها وقت طويل، تمام؟ في ماتيريال ان شاء الله برضو هتترفع لكم مع ملف العمل، بس ارجع الاول تاني للبادي ماتيريال. منساش بومب تشانل، رايت كليك، نيو لاير، وهسمي اللاير دي ديتيلز، و حتى مش عايز نيو لاير. صحيح، انا هروح لفايل اوبن تيكتشر، وفي تيكتشر هنا عباره عن مجموعه خطوط، تمام. هروح ل سيلكشن تول، تمام. هروح للسيلكشن تول، سيلكت اول، اديت، كوبي، وهرجع لتيكتشرز بودي بامب، اديت، بيست، تمام. بالمنظر شايفين انتوا، بصوا بقى كده اهي. هي بقى كل الفكره ان انا هروح اعمل روتيت، تسعين درجه بالشكل او بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. انا بس عايز اعمل زوم عشان اشوف احنا صح ولا غلط. احنا غلط مش صح كده، احنا صح. بس طبعا المفروض ان انا هعمل اصغر دي خالص، ان هي كبيرة بصراحة، اصغرها خالص بالشكل ده كده. طبعا عايز اعمل زوم اشوف بس الدنيا مظبوطة ولا مش مظبوطة. تمام، هي كده سنة قدام بس كمان وتبقى كده تمام. نمشي بس كده، وعايز اخدها كده، ويمكن تكبر كده شوية، تمام، عشان تبقى كده بالظبط زي ما احنا عايزين، ونقول له apply transformation بالشكل ده كده. بس طبعا اكيد الاوباستي هتقل، بس الاول شوف الريندر شكله ايه. طبعا كنا عشان نعمل دي كلها باللاينز بقى هيطلع عنا بصراحة، فانا قلت يعني ناخد لها ماتيريال. بالمناسبة الماتيريال دي كانت موجودة في تقريبا عندي، كانت في ملف في الماكس مش فاكر، بس هي لقيتها تنفع فقلت اشتغل بيها. ومتهيألي كده ما شاء الله الدنيا بقت كويسة جدا 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 جدا. الشكل اللي احنا شايفينه ده كده كده كمان خلصنا من الماتيريال بتاعت البادي، او خلصنا من الديتيلز بتاعت البادي. لو عملنا شيفت ار من بعيد هنلاقي ان الطياره بصراحه خدت شكل تاني خالص بعد اللي احنا عملناه النهارده. بالشكل ده فاضل حاجة واحدة بس، لو انا رحت للماتيريالز للبادي للكالر تشانل، ورحت على نزلت تحت في الاتنين بتوع التراي ستار دول، تمام. التراي ستار دول انا عايز اخليهم مالتي بلاي، ودي برضو عايز اخليها مالتي بلاي لان لونها مش حلو، تمام. ولو رحنا ل التكست طب مش التكست، خلينا نروح للاير دي. اعتقد اللاير دي ايوه هي دي بالظبط كده مالتي بلاي، بس برضو هقلل الاوباستي شويه. دي متهيألي دي الستار، هخلي الستار دي مالتي بلاي، وبرضو الستار دي تقل شوية بحيث تبقى
او يبقى الشكل بتاع الطيارة مقبول وكويس. ولو عملنا شيفت ار ناخد الشكل من كذا زاوية. بالتالي كده مفيش اي كلمة، مفيش ربع كلمة. يعني لو رحنا حتى خدناها من، طبعا اللايت هو اللي عامل الفرق ده، لكن لو جينا خدنا كده وجينا عملنا شيفت ار كده عمالين ناخد اكتر من زاوية عشان نشوف هل في مشاكل. مفيش مشاكل. شفت بقى الفرق دي لما اتغير البلند مود بتاعها بقت حاجة تانية خالص. كده وصلنا للي احنا عايزينه. اخر حاجة، اخر حاجة هروح للبادي وهاجي للحتة دي، الحتة دي اللي هي احنا قربنا كده. تمام. الحتة دي لو احنا رحنا خدنا البينت وجينا هنا وصغرنا دي كده، احنا سنة بسيطة. انا بس هشوف انا ماشي، انا ماشي فين. انا عايز ال، عايز الكانوبي او الديتيلز بتاعت الكانوبي. مش عارف هي انهي واحدة في دول، لكن سهلة. لو انا رحت كده وجيت عملت بوليجون على البوليجون مود يبقى هي بالظبط الحتة دي. تمام، هي الحتة دي. لو رحنا كده يضغط في اي حته سيلكت جيت هنا وجينا رحنا للسيلكشن اتريبيوتس والريديوس قللناه واللايف قللناه شويه وجينا هنا كده. طيب عايز بس اعرف الحته اللي انا ماشي عليها شكلها ايه. هي بالظبط الحته اللي انا عايز الحته دي. هم الكام مربع دول اللي هم دول. طبعا كده كتيره قوي اللايف سيلكشن، كده كتيره جدا. هروح للبنت مود بقى تاني. انا عايز دول كده، انا مش عايز منهم حاجه. انا اللي انا عايزه الحته دي. و لو رجعنا ورا عايز الجزء ده اللي هي الحتة اللي انا ماشي عليها دي، الحتة دي. طيب انا مبدئيا عشان انا عايز التفاصيل تبقى في جسم الطيارة نفسه هشتغل على الجزء ده. هروح للبرش واخد الاير برش، واخد الاير برش هقلل البريشر. تمام. وفي الماتيريالز هشتغل على البامب والديفيوز تشانل. ليه البامب وليه الديفيوز؟ لان انا عايز اولا يبقى فيه هنا بامب بتاع دي الصواميل اللي انا هرسمها هنا دي تبقى بارزه، في نفس الوقت عايز يبقى فيها ديرت، ديرت او توسيخ. هروح للبامب تشانل واروح للايرز واروح لاتريبيوتس. السايز هقلل السايز قوي، انا عايز ميكرو سايز، يعني انا عايز سايز قليل قوي، يمكن بواحد. البروفايل في راوندد وفي ريكتانجل، هنخليها ريكتانجل. طب اجرب تجربه بس بسيطه كده بحيث نشوف. طبعا انا ممكن ارسم هنا كده، والله يبقى احسن بصراحه. يعني هاخد من اول هنا
هضغط هرسم يعني هضغط ضغطة واحدة او صح لير تانية. اللير دي هنسميها بولتس او المسامير. هضغط كده، لو ضغطت ضغطة كده مش عارف هل ظبطه ولا مش ظبطه، فهشوف. لسه لا، واضح انها مش ظابطه. هرجع كده واعمل كنترول زد تمام وارجع لورا. طبعا دي البولتس، وانا كده على انا كده فعلا على البامب شانل. البريشر هزود البريشر قوي تمام. الهاردنس عايز فيها شويه هاردنس، ما اناش عايزها سموز. هعمل زوم و اجي اضغط كده تمام، واعمل شيفت ار. انا بشوف من بعيد بس عشان اشوف هل باينه ولا مش باينه، من قريب مش باينه. هي مش باينة فعلا. كنترول زد. طيب يبقى هنا الجزء ده كده مش هيبان فيه اللي احنا عايزينه. طب اكبر السايز شوية، خليه 3، والبرش هخليها بيكسل. البيكسل اير برش، اعتقد بيكسل اير براش هتديه اللي انا عايزه، بس يا رب ما يكونش تيل متعلم عليه، مش متعلم عليه تمام. بيكسل اير براش، لو جينا هنا تمام ضغطنا كده 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 طبعا انا لسه هكمل جسم الطيارة، بس انا عايز اشوف هل كده في حاجة واضحة ولا مفيش حاجة واضحة. عملنا شيفت ار، جميل اوي. دي اللي انا عايز، دي اللي انا عايز اوصل لها حوالين الكانوبي تمام. فهعمل كنترول زد تمام، وانا مش عايز فيها في الديفيوز، مش عايز ديفيوز، ده انا عايز سبيكولر. عايز سبيكولر علشان تبقى فيها او يبقى فيها لمعان. خلي دي بيضة، وبرضو هنخليها لينير دوج عشان تبقى اد. ويخلينا على البامب تشانل زي ما احنا. هرجع هنا تاني، بس هخلي البرش البيكسل برش هخلي السايز بتاعها هو اصلا 1. ممكن ازود السبيسنج، ممكن اقلل السبيسنج اللي هي تباعد الفرشة عن بعضها، واجرب تاني. هي عمرها ما تيجي من اول مرة، لكن ادينا بنحاول. ادي 1 2 3 4 5 6 وهكذا. بحاول ابقى بمحاذاة الكانوبي دي، ودي هنا كده. لو عملنا روتيت، ممكن نعمل روتيت
بحاول ان انا امشي يعني مظبوط، لكن اكيد كده كده هتبقى في واحدة تحت واحدة فوق. المنظر ده كده نشوف كده، لو جينا نعمل ريندر شيفت ار نشوف الظروف شكلها ايه. ميزة انها في السبيكولر انها هتلمع او مش هتلمع يعني هبان، مش هيبقى فيها ديرت لان هي اصلا صغيرة، فالديرت كان هيضيعها خالص. تمام كويس قوي، لكن في حاجة بسيطة حلها بسيط، هي باين انها بيضة قوي. فدي حلها بسيط قوي، ان احنا هنقلل الاوباستي بتاعت السبيكولر لاير اللي عليها دي. هرجع للماتيريالز، هروح للسبيكولر لايرز، والبودي سبيكولر لاير دي هقلل الاوباستي او اغير البلند مود. فانا افضل ان انا اقلل الاوباستي واعمل شيفت ار عن ان غير بلند مود. انا عايزه بتلمع اه، بس الاوباستي بتاعها قليل حبتين. كده بقت مقبوله، في انا عارف ان في ديتيلز هنا وشايف الديتيلز شكلها كويس، وفي نفس الوقت الاوباستي بتاعتها معقوله ومقبوله. كده احنا انتهينا من البودي، فاضل حاجة بسيطة، وطبعا انتوا بقى الناحية التانية تعملوا كل الكلام ده مرة تانية. فاضل حاجة بسيطة اللي هو الصاروخ، هروح لأوبجيكتس والفيول تانك. هو ده مش صاروخ، ده الفيول تانك. هروح للفيول تانك، واعتقد هو ده بالظبط كده. ده بقى انا مش يعني انا مش هغير في اي حاجة، كل انا هشتغل عليه السبيكولار تشانل والبامب تشانل وشويه في الديفيوجن اتشانل. لو جينا نعمل شيفت ار بحيث اشوف هل لونه مغاير ولا مش مغاير، عشان بس ما نقعدش نوجع في قلبنا. لا كده لونه حلو قوي. احنا نشتغل بس على البامب تشانل بشويه رتوش خفيفه على السبيكر تشانل. هروح على البامب شانل بتاعت الفيول تانك، وهعمل رايت كليك تيكتشرز واقول له بامب 2084 الريزوليوشن عايز اعملها 600 بحيث تبقى عالية. تمام، وهروح للسبيكولر رايت كليك سبيكولر. تمام هيبقى ميد جراي 2084 وهعمل اوكي. تمام بالمنظر ده كده هرسم على الاثنين تشانل، على البامب وعلى السبيكولر. هاخد البراشز، هاخد البنسل هاخد البنسل، هروح للاتريبيوتس بتاعت البنسل بينت مود. هروح للاتريبيوت بتاع البنسل، بريشر ماشي، سايز ماشي، واجي على طرف او البوز بتاع الصاروخ. قبل ما اجي على بوزه اتاكد ان تايل يو تايل في مقفوله. هاجي على البوز ده وهرسم شويه حاجات كده، شيفت ار تطلع معنى بالله ربنا. طبعا تمام. ليه بقى لان لو احنا رحنا للماتيريال، رحنا للباشا ده ورحنا للبامب، هلاقي البامب عالي قوي. انا عايز البامب قليل. تمام، واعمل شيفت ار
تمام. وهروح برضو للسبيكولار. السبيكولار المفروض ان انا كنت عملت لاير جديدة. طيب كنترول زد 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 و رايت كليك نيو لاير، وعلى البمب رايت كليك نيو لاير. دي هنسميها ديتيلز تمام. ودي نفس الموضوع ديتيلز. طبعا ديتيلز غلط بس مش مشكلة. هنروح لده كده، وفي الاير براش، البراش من اسف، هروح للبنسل بنت مود بنسل، بريشر يقل شوية. واجي هنا اولا دي هتبقى لينير لينير لايت، ومثلا اعمل شوية خربشة بس، خربشة بس كده على الصاروخ نفسه. لو عملت شيفت ار بحيث اشوف شكله، تمام شوية خرابيش كده بس، دي اللي انا محتاجها او دي اللي انا عايزها. تمام نستنى بس يخلص الريندر. هاجي بقى على راس الصاروخ نفسه. لو انا جيت عملت كده هاجي على الراس هنا عفوا، هروح لل color channel new layer تمام. في اللاير دي هروح للبراشز واخد الاير براش تول واقلل البريشر بتاعها، وفي الكلر اقول له تكتشر فروم ديسك لود فروم ديسك ديسكتوب، واروح على تيكتشر واخد التيكتشر دي سكيل، اقلل السكيل بتاع حبتين، واجي هنا عايز ارسم هنا كده. طبعا البريشر ب 8 والسايز نكبره شويه بحيث ارسم كده، وبرده الناحيه الثانيه نفس الموضوع. انا عايز اعرف بس انا فين بالظبط. ايوه طيب انا هكبر دي شويه والبريشر هزوده شويه، واجي هنا وارسم. مش عارف هو ليه ما بيرسمش. ماشي خلي دي كده واكبر السايز حبتين، واجي هنا وارسم دي. طيب ارجع تاني للماتيريالز، لان انا الكالر تشانل مش متنشط كده. رسم كنترول زد. هروح لتاني للاير براش، بريشر اقلله وازود حجم، وهنا كده مجرد بس خربشة بسيطة عند راس الصاروخ، مش اكتر لا اكتر ولا اقل. طبعا هنا كده انزل تحت لسه هنا. تمام حاجة بالشكل ده كده. وعملنا شيفت ار هلاقي ان الراس، انا عايز الراس تاخد كلر تاني. وحالا هنشوف بلند مود، لو عملنا بلند مود مثلا كويس بحيث ان هو يديني بس الحتت اللي بتلمع بس في الـ في الـ في التكتشر اللي انا حاططها دي. نشوف بس هتمشي ازاي، او نشوف ان كانت كويسه ولا لا. بالتالي الاوباستي
هتعوز تخف شويه. اوباستي اه بالظبط، اوباستي الكلر ده هتعوز تخف، او مش الاوباستي، لو جربنا ان احنا نقول له كده لينير لايت ونقلل الاوباستي شويه، يبقى انا خدت اللي انا عايزه. ادي اللي انا كنت عايزه، اللي هي الخربشه اللي انتوا شايفينها على الصاروخ دي، نفس الماتيريال دي بالظبط تمام، بس هقلل البريشر شويه، همشي بيها على جسم الصاروخ ككل، هزود السايز والسكيل ازوده بحيث اخد راندوم تمام، وامشي بيها على جسم الصاروخ كله تمام، هزود كده ومجرد بس رسم مش اكتر تمام، طبعا عشوائي عشوائي عشان انا مش عايز اي نظام كده. لو انا جيت اعمل شيفت ار مشكلتي هتبقى اوباستي، بالظبط مشكلتي اوباستي تمام. اذا انا هروح كده والاوباستي هتقل كمان شويه تمام، ممكن حتى اخليه لينير دوتش او اوفرلاي، او خلينا زي ما احنا لينير كولر، وارجع لورا لورا كمان ونشوف شيفت ار كده، فاضل الديفيوجن تشانل بس مش اكتر. بالظبط ده اللي انا محتاج. شفت الصاروخ كده واخد يعني ما تحس انه جديد كده ولانج وجميل، فاضل بس الديفيوجن وتبقى كده الدنيا اتظبطت ومفيش فيها اي مشاكل. نقفل ونخش على الديفيوجن لاير، نروح على ماتيريال وهاجي على الديفيوز، ومش موجوده الديفيوز فاعمل رايت كليك واقول له ديفيوجن واعمل اوكي، بعد كده اقول له نيو لاير وهسمي اللاير دي ديتيلز، برضو ديتيلز المره دي صح. هاجي هنا بقى عايز البراش بتاعتي تبقى مالتي براش، مالتي براش اسمه لا، عايز انقي برش تكون بنت حلال كده تشوك تمام. لو رحنا للبينت مود والتشوك دي قللت البريشر بتاعها، هي حلوه على فكره، وهروح للتكتشر واقول له لود فروم ديسك، عايز صوره غامقه تالي الديرت دي كويسه، حتى في الاوباسيتي مش هتوجع لنا قلبنا بصراحه تمام. لا حجمها مش هيساعدني، هاخد دي تالي كويس. طب انا هجرب ونشوف، بس قبل ما اجرب الاول هروح للبريشر اقلله عشان ما نروحش ورا الشمس تمام، ونشوف كده بتظهر ولا ما بتظهرش. ما بتظهرش، لا ده مش السايز، انا عايز السايز يقل وعايز البريشر يزيد. مش عارف بس كنترول زد، كنترول زد. طب لو زودنا كده هو بدأ يظهر، بس انا كده هوصل لمية وانا مش عايز اوصل لمية بصراحة. لا كنترول زد. لو رحنا لللايرز ادي الديتيلز وماتيريالز وكله متنشط ومتظبط، يبقى احنا نعوز براش تانية غير البراش دي تمام. اويل، اويل فيها ايه؟ لا بينس، بنسلز، بنسلز مش هتنفعنا بنسلز. طيب خلينا فوق في البراشز اللي فوق، نرضى بقى باسمتنا وخلاص، ونروح للتشوك او نروح للكاركول. كاركول دي اعتقد هي اتمنى فيها تركيز في النص عن الحروف، فممكن تبقى شكلها حلو. كنترول زد وتعالوا بقى على الراس دي من هنا كده. طيب احنا نروح هنا
ماسك الرسم هنا كده شوية ومن هنا كده شوية ونرجع كده نفس الموضوع هنا نفس الموضوع من تحت نفس الحكاية. ومن الناحية التانية تمام وشوية هنا كده على الخطوط اللي هنا دي تمام وهنا وبرضو بالقرب من الماسك بتاع الصاروخ برضو هنا نفس القصة هنا وهنا وهنا يعني كل الكلام ده مش خاضع لأي حاجة. لو روحنا بعيد بقى كده وعملنا شيفت ار نشوف شكلها عامل ازاي. هنعمل بس مالتي بلاي ونقلل الاوباستي ويبقى الموضوع خلص على كده. تمام نرجع للايرز مالتي بلاي اوباستي قليله شويه ويبقى الموضوع خلص وانتهى على كده. في بس حاجه بسيطه في السبيكيولار بتاعه الفيول تانك دي تمام لانها واضحة قوي. تمام كده لو رحنا بقى كده وجينا عملنا رندر عشان نشوف الشكل النهائي اللي وصلنا له بعد رحلة طويلة بصراحة. هنلاقيه بالمنظر دوت لحد كده. واقول لكم ان احنا انتهينا من عملية اكساء الطائرة F-15SE او سترايك ايجل. ان شاء الله باذن الله المرحلة اللي جاية هتكون مرحلة الانيميشن والريلايتنج للسين ان شاء الله. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.